الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. أردت أن أفسر آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. أردت أن أفسر هذه الآية لأن فيها معاني حسنة، ولأن كلماتها فيها بعض الخفاء، ويحتاج عرضها إلى شيء من التوضيح والتبسيط. الله نور السماوات والأرض، باتفاق المفسرين منور السماوات والأرض، لكن ما هو النور الذي يصدر عن الذات العليا وتستضيء به السماوات والأرض؟ هذا النور قد يكون النور الحسي، نور الشمس، ونور كل كوكب له وهجه وله أشعته، كالشمس التي نرتبط نحن بها، الشمس وضحاها. لكن هناك أنوار أخرى تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فالباطل ظلمة والحق نور، الجهل ظلمة والعلم نور. والله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، يمنح الناس الشعاع الذي يسيرون عليه حسيا، ويمنحهم كذلك الهدى الذي يقيهم ظلمة الضلال، الحق الذي يقيهم ظلمة الباطل، العلم الذي يقيهم ظلمة الجهل. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، جعلنا له نورا يمشي به في الناس. جاعل النور والله، والنور الذي نمشي به في الناس نور الحق، نور الذكاء، نور القدرة على التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. أريد أن أفسر الكلمات هنا على عجل. المشكاة هي في اللغة أو في العرف الطاقة، تجويف في الجدار. قد يكون في الحائط داخل البيت عندك ما يشبه النافذة، لكن ليست إلى الخارج، نافذة في الداخل فقط، لها رف من تحت، تجويف تسمى الطاقة. لا أدري هل التسمية هنا في الجزائر كما هي في بلادنا أم لا. الطاقة دي فيها مصباح. يقول العلماء: ونشعر نحن بأن النور إذا كان مقداره كبيراً وكانت المساحة التي يسطع فيها ضيقة، كانت الرؤية أوضح، وهذا طبيعي. هات مصباح الآن 1000 شمعة، وأنت تذاكر في حجرة 3 أمتار في مترين، إن النور يكون فيها ساطعا جدا والرؤية واضحة جدا. يريد الله سبحانه وتعالى أن يضرب مثلا لمكان فيه الرؤية واضحة جدا، وهي المشكاة عندما يكون فيها مصباح يلمع، مصباح دري
كانت المصابيح قديما تضاء بالزيت، زيت البترول، وأنا عشت طفولتي لا أقرأ إلا في ضوء مصباح يوقد بالبترول. كانت هناك قبل ذلك مصابيح توقد بالزيت. زيت الزيتون كان من ضمن أنواع الوقود التي تسرج بها المصابيح. يقول القرآن الكريم إنه الزيت يكون جيدا جدا وليس له دخان ولا عكار إذا كانت الشجرة التي نتج منها الزيت لا شرقية ولا غربية. يعني لا شرقية ولا غربية؟ شجرة تكون شرقية فقط أو غربية فقط، إذا كانت تستقبل أشعة الشمس في الصباح ولا تستقبلها بالليل تبقى شرقية، إذا كانت تستقبل في المساء يعني في العشي الأشعة ولا تستقبلها في الصباح تبقى غربية. لكن هنا لا شرقية ولا غربية، يعني لا شرقية فقط ولا غربية فقط، النور أو الأشعة تكتنفها صباحا ومساء، بكرة وعشية، غدوا وأصيلا. النور الأشعة حولها باستمرار فتجعل الزيت نقيا جدا، بحيث أنه إذا أوقد به مصباح لم يكن له دخان. ثم قال أنه المصباح له زجاجة تصف النور، والزجاجة فوقها زجاجة أخرى تصف النور، كما نجد الآن بعض المصابيح حولها مصابيح أخرى تصف النور أكثر وأكثر. نعود للآية بقى، مثل نوره كمشكاة تجويف في حائط فيه مصباح شديد الضوء كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. مثل نوره، هنا نرى للعلماء وجهتي نظر في تفسير الآية. مثل نوره في قلب المؤمن، أو مثل نوره في العالم في الملكوت كله؟ الآية تتحمل المعنيين. مثل نوره في الملكوت كله،